السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا فيكم في قناة الحياة في كندا مع عادل عوضة. كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. هذا أول فيديو لي إن شاء الله في المكتب الجديد. أنا ما قد كنت ششتي أنزل لكم الفيديوهات لما أجهز كل شيء، ولكنه في خبر يعني مهم جدا واللي الكل بيتابعه الآن، اللي هو حاليا الكل بيتابعه، وهو موضوع الكورونا فيروس. الآن نكلمكم آخر الأخبار عن الكورونا فيروس في كندا. طبعا ما فيش حالات كثيرة، احنا لحد الآن حدود 34 حالة. طبعا آخر الأخبار اليوم يعني الصباح آخر ضحية هي واحدة امرأة في 80 سنة، عمرها في الثمانينات، طبعا في بريتش كولومبيا، وحاليا إجمالي الحالات في بريتش كولومبيا هي 13 حالة. أما في كندا إجمالي زي ما قلت لكم 34 حالة. أكثر الحالات هي في أونتاريو حيث ما احنا حاليا، اللي هي المقاطعة اللي هي تشمل تورنتو. طبعا الحالات يعني حسب الجلوبال نيوز، أول حالة كانت في 25 يناير عبر واحد أجا من الصين من موهون في الخمسينات. طبعا الحالة كانت طبعا في هذه الأيام كانت حالة افتراضية، يعني ما كانوش متأكدين منها. طبعا الرجل أول ما جت لها الأعراض عن المرض أو شيء زي كذا، إيش عمل؟ اتصل 911 اللي هو الرقم تبع الشرطة وكلمهم. لما بدأت فيها الأعراض نسبيا قليلة، يعني ما كانتش الأعراض كلها يعني، وطبعا تم عزله في مستشفى معين اللي هو مستشفى ساني بروك في تورنتو. الحالة الثانية هي زوجته هي نفس الشيء حصل لها في الفيروس هذا، وأعتقد أني أخذته من زوجها، وهي أيضا حالية معتزلين بها بس مش في المستشفى، في المنزل، يعني زي ما تقولوا منزل معزول او حاجه زي كذا، يمكن منزلها يمكن منزل ثاني مش متاكدين بالضبط. هذه اول حالتين، هذه كان في 26 يناير، طبعا زوجها بان في 25 وهي 26 يناير. ايش عملت الحكومه الان؟ طبعا الحكومه بتنبه دائما الان حاليا، يعني في الوقت الحالي على ما سمعت اليوم الاخبار، انه بتنبه الناس اللي جايين من ايران ومن الصين ومن مصر ومن ايطاليا، انه اول ما يوصلوا لكندا ضروري يعزلوا نفسهم لمده 14 يوم لما يتاكدوا انه ما بش فيهم الحالة المرضية هذه او الفيروس هذا. فطبعا ايش عمل ترودو؟ ترودو طبعا قد انشا لجنة وزارية جديدة على اساس انه يعالجوا موضوع انتشار الفيروس هذا. فالاسبوع، وايضا ايش اللي حصل الاسبوع الماضي، وزيرة الصحة الفيدرالية، طبعا لما اقول لكم وزيرة الصحة الفيدرالية يعني في معنا وزيرة تبع المقاطعة، وزيرة الصحة وزيرة وزيرة تبع المقاطعة، وفي الوزيرة اللي هي الفيدرالية اللي على كندا كامل. وزيرة الصحة الفيدرالية ايش قالت؟ انه على اساس اقترحت كاقتراح انه الناس المفروض انهم يبداوا يخزنوا طعام والدواء على اساس في حال انه اذا جالهم المرض او شيء زي كذا انه يكونوا موجودين في البيت ما يخرجوش عشان المرض ما ينتشرش، فالاكل والشرب يكون يعني يكون موجود الذي يغطيهم عشان ما يخرجوا او يحتكوا مع الناس. فمن تحت راس الخبر هذا ايش صاروا الناس كلهم يعني اصبحوا انه يروحوا بالذات لمحل اسمه كاسكو. انا قد صورت لكم فيديو سابق عن كاسكو هذا، طبعا كاسكو هذا بيبيع بالكميات الكبيره، فالناس الذي يشتروا يروحوا بدل مثلا يشتروا شيء معين دقيق ولا اي شيء يكون بالكميات الحجم الكبير. هذا كاسكو الناس كلهم راحوا ليه وفضوه، يعني امس انا عملت زياره اخر زياره لكاسكو، اثنين وثلاثه كاسكوز يعني اصبح شبه فاضي من المنتجات، فاصبح زي الهلع. فهو مش المفروض انه الناس يهلعوا، ولكنه من تحت راس الموضوع ما قالت الوزيره يعني قبل اسبوع حصل هذا الشيء. طبعا الوزير المالي اللي هو بيل مورنو حذر ايضا من تحت راس الفيروس او انتشار الفيروس من المحتمل انه يكون له تاثير بالنسبه للاقتصاد الكندي، وعلى طبعا ضوء التاثير العالمي البعيد المدى. ايضا ايش اللي صار امس؟ يعني كان في شباب بيتراسلوا عندنا في الواتساب على فيلم معين، الفيلم اسمه كونتيجن. هذا الفيلم لما امس شاهدته وحتى عليه وشاهدته، طبعا هذا الفيلم بيتكلم عن الفيروس هذا، ما طبعا ما سموه في الفيلم كورونا فيروس، ولكنه نفس الخطوات حق الفيروس الحالي، انه من فين بدا من الصين، ايش كان من هذا على اساس انه اكلوا خفافيش ومش عارف ايش، كيف بدأ وكيف انتشر وايش اللي حصل وايش اللي اتخذه كله، وكأن احنا عايشين الفيلم هذا اليوم. وتخيلوا متى هذا الفيلم تم انشاءه او تم تصويره، مش تم تصويره، تم عرضه في سنة 2011 عبر شركة Warner Brothers. هذه Warner Brothers انا اشتغلت فيها في سنة 2013، كان معي عقد في مجال الاتصالات.
هذه هي الشركه نفسها هي اللي انتجت الفيلم في سنه 2011. تخيلوا سنه 2011 واحنا الان 2020، يعني كيف التوقعات هذه؟ كيف لما توقعوا؟ يعني هذا كانه سيناريو قد هي جاهزه وتم نشرها، يعني كانه كانت حاجه جاهزه وتم نشرها والله اعلم. فانا حبيت بس ان انا اعرض لكم او اجيب لكم اخر الاخبار عن الفيروس الكورونا فيروس هنا في كندا. طبعا زي ما قلنا لكم اكثر الحالات هي في اونتاريو وبعدها هي بريتش كولومبيا، وطبعا في حالات في مقاطعات اخرى ولكن مش كثيره. في شيء ثاني ايضا في احد الاخبار قريت انه يقول لك انه على اساس انك تختبر نفسك اذا فيك الكورونا فيروس او لا، انه ضروري تمسك نفسك، يعني الصباح تمسك نفسك لمده 10 ثواني وتشوف اذا ما كحيت وما تشنجت او شيء زي كذا، معناه انه انت يعني في اتم الصحه والعافيه. انا ما متاكد من الخبر هذا بس هذه من الاخبار اللي منتشره. في الان بجيب لكم صوره، يعني الان بتشوفوا الصوره هذه، الصوره هذه تبين لكم الفرق بين الانفلونزا العادي والكورونا. ايش اللي بيحصل هنا؟ انه كل واحد اي واحد يجي له انفلونزا يروح على طول لعند الدكتور ويقول له خلاص انا فيني الكورونا، ويروح للمستشفيات وتصبح نفس الشيء زحمه وشيء زي كذا. فانا بوريكم الصوره هذه هي تبين لكم الفرق بين الانفلونزا العاديه والكورونا فيروس، على اساس ان انتم تحذروا وتحذروا اهلكم واصحابكم وكل شيء عشان ما يروحوا للمستشفيات. بس زي ما قلت لكم الان هذا الصوره الجايه بتشوفوا الفرق بين الانفلونزا العادية والكورونا. شكرا جزيلا والسلام عليكم، وان شاء الله قريب نصور لكم فيديو جديد. سلام.